لكنها ليست استئنافا للجمهورية الأولى. يفصل بينهما الثورة، وبالتالي تنطلق من منطلقات مختلفة غير منطلقات الجمهورية السابقة اللي بدأها اللواء نجيب، فالرئيس عبد الناصر، فالرئيس السادات، فالرئيس مبارك. إنها جمهورية تقوم على أساس ديمقراطي ودستور مختلف عن دستور 71، والفصل بين السلطات، والنظرة إلى المستقبل، وإعادة بناء مصر بعد الخلل اللي حصل فيها. وإحنا عايزين نعالج هذا الخلل وننطلق بمصر إلى الأمام بعد. وشفنا مؤشرات خطيرة جدا في المجتمع، من فوق 50% بيعيشوا عند مستوى خط الفقر، و30% أمية، و30% تقريبا بطالة، إلى غير ذلك من هذه الأمور. دي أمور عايزة الحقيقة، أمور بتتحدى المجتمع، وإحنا لابد أن نقبل بهذا التحدي وما ننشغلش بغير إعادة بناء مصر. يعني ضروري يكون في برنامج اقتصادي نستطيع ان احنا ننفذه ويتمشى مع الوضع العالمي ويستفيد منه، والوضع الاقليمي ويستفيد منه، ونستهدف خلق فرص عمل، تغيير التعليم كله الى تعليم عصري، العنايه بالمواطن، وفتح افاق العمل للكل بمشاريع كبرى، مشاريع كبيره ومشاريع صغيره، واستثمارات وسياحه، يعني اعاده البلد الى النشاط بعد الخمول اللي حصل لها في السنوات الاخيره. لا، الامن للمواطن والامن للاستثمار. هو واحد. لا هو واحد، لانه امن المواطن يعني البلد اصبح مستقر، ما فيهوش فوضى، ما فيهوش تهديد للمواطن او المواطنه ان هو ماشي يتخطب، ولاده ما يعرفوش يروح المدرسه، الحي غير امن، السكن غير امن، وبالتالي ده بيخلي صناعات كثيره عالميه شديده الحساسيه ما تجيش، زي السياحه وزي الاستثمار، لما يشعروا ان الكل شيء امن في البلد كل ده بيجي. والامن نظريه واحده مش منفصله. هو الحقيقة قانون ما فاتش مصر في حاجة أبدا، لا الإرهاب خلص ولا إحنا تقدمنا، واستخدم استخدام غير سليم، فده أنا بشوف أنه الوقت حان للانتهاء منه، ملوش لازمة، لصالح القانون العام، قانون العقوبات، القانون القائم. استقلال القضاء له معنى معروف، مش هنخترع معاني لاستقلال القضاء، أي أن القضاء يقوم هو بتطبيق القانون، تعيين القضاء، يكون هناك مجلس أعلى للقضاء هو المختص بعلاج شؤونه ومتابعتها وإلى آخره، وأنه لا تدخل في أحكام القضاء. دي مسألة أساسية ورئيسية. صحيح أنه إحنا شفنا كلنا كمواطنين أنه بعض جوانب البناء القضائي في مصر لم يكن كما يجب، وضروري هذه الحالات تعالج ويعالجها القضاء أنفسهم ومجلس القضاء الأعلى نفسه، وحتى نخلصه من أي شوائب تكون قد علقت به. ملامح أي نعم، أنا أفضل النظام الرئاسي، إنما مستعد أتعايش مع النظام المختلط الرئاسي البرلماني، إنما أنا أفضل النظام الرئاسي، وأرى النظام، أرى أن النظام البرلماني لا يتوافق مع مصلحة مصر والمصريين حاليا، لأنه الوضع الحزبي، الساحة السياسية لم تنضج بعد. مصر والعالم الخليجي، خاصة العالم العربي تحديدا، يعني
شوف يا ستي، مصر دولة عربية ويهمها مصالح العرب، ومنها دولة الإمارات العربية، ونعتبر الجزر الثلاثة جزر عربية. هذا لا يمنع من أن نطالب، وأنا شخصيا طالبت كوزير خارجية وكأمين عام الجامعة العربية، بحوار مع إيران. نحن نتحاور مع إيران في هذا الأمر الخاص بالجزر، في الأمور الأخرى الخاصة بالاستقرار الدول العربية المجاورة، والقضية الفلسطينية، والحل النزاع العربي الإسرائيلي. وهناك اختلاف بين المقاربة الإيرانية لها والمقاربة العربية لها. مصر بتؤمن بالمبادرة العربية، هذا قول واحد لا شك فيه ولن نتراجع عنه، المبادرة العربية. إيران لا تعترف بالمبادرة العربية، لها موقف سلبي، إذا بلاش تعترف أو لا تعترف، لها موقف سلبي إذا المبادرة العربية. هنا في اختلافات كيفية حل القضية الفلسطينية، كيفية، هنا في اختلافات الوضع في العراق، في البحرين وغيرها، في اختلافات. إنما الاختلافات دي لا تعني إنه إيران بلد عدو، لا تعني بالضرورة هذا. أنا مع وطالبت الحقيقة يعني، ومع إجراء لا أرى أنه ملف نووي لم ينتج سلاحا نوويا، بمعنى أنه لا توجد تقارير دولية تجزم بأن إيران لديها سلاح أو توصلت إلى القنبلة النووية أو صنع القنبلة النووية. ومن ثم أنا لا أسير مع الافتراض اللي بتكلم عنه إسرائيل وغير إسرائيل، وأعتبر أن لإسرائيل الحق، لإيران الحق، لإيران الحق في كل الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ولممارسة العلم النووي. إنما أنا شخصيا أعارض التسلح النووي كما أعرضه في إسرائيل وأعرضه في أي مكان آخر. أما إيران فهي ما تسلحتش نووي. الحقيقة إنه سوريا الوضع فيها خطير جدا، ولما يكون آلاف الضحايا سقطوا، يعني الدم أصبح هو أساس العلاقة الداخلية السورية، مما يعني أن الوضع ده لن يستمر كثيرا. نعم؟ إيه؟ والله الدول العربية طبعا كلها مضطربة جدا ومتوترة وغاضبة من الوضع في سوريا، ودول كثيرة أخرى لها نفس وجهة النظر هذه. الوضع في سوريا ليس على ما يرام طبعا، امتى وازاي الوضع ده هيتطور ما اقدرش اقول لك ازاي، ولكن اقدر اقول لك بالتوقع الاستراتيجي المستقبلي انه هذا الوضع لا يمكن ان يستمر بشكل ده. قرار وقف تصدير الغاز لاسرائيل القرار حديث، لكن انا عايز اعرف الان، هل القرار توصيف السيد عبد الناصر هل هو قرار سياسي ام قرار تجاري؟ وان اعتبرناه قرار تجاري قد يعود الاستئناف مره اخرى، أولا موضوع الغاز له ثلاث أربع زوايا. الزاوية الأولى الناحية الاقتصادية، تصدير الغاز وبما فيها السعر، لا أرى مبرر أبدا لتخفيض سعر سلعة عن السعر العالمي، لا أرى هذا المبرر، ما فهموش يعني، إلا إذا كان في مقابله مزايا أخرى تعوض الانخفاض السعر، يعني في سلعة أخرى بستوردها انخفض سعرها أيضا، وده ما حصلش. ده زاوية. الزاوية الثانية تصدير الغاز لإسرائيل. الزاوية الثالثة تصدير الغاز نفسه، ومصر في حاجة إليه، فلا بد من دراسة، يعني حكومة تبقى مسؤولة. آدي اللي بيجيلنا من إنتاجنا من الغاز، وآدي الاحتياطي من الغاز ومدته كذا. والله إذا كان عندنا احتياطيات يمكن الإضافة إليها،
وبالتالي هناك آفاق كبيرة للمستقبل، هنا يصبح تصدير الغاز مسألة ذات أهمية وإمكانية. تصدير الغاز وجدنا أنه لا، الاحتياطي مش هيكفي، يبقى ضروري نركز على البلد نفسها ونريح الناس فيما يتعلق بالغاز والبوتاجاز وغيره، ويبقى هو المصانع بتاعتنا نستفيد من هذا الأمر. ده التصدير، ده الغاز في حد ذاته، وطبعا ده أحد الأراء، هناك أراء كثيرة أخرى ممكن نناقشها يعني. ونيجي هنا بقى تصدير الغاز لإسرائيل. تصدير الغاز لإسرائيل جاء في سنة 2004-2005 بصفقة لم تكن صفقة جيدة، وكان قرارا انفراديا مصريا بتصدير الغاز لإسرائيل بسعر معين. ده اللي هيج الناس كلها وهيجنا جميعا، انت تخسر ليه؟ طب هتبيع لإسرائيل، طب بيع بالسعر الرسمي يعني. أما وقد خرقت الحكومة الإسرائيلية أو خرق الجانب الإسرائيلي الاتفاق، فهنا ووقف التصدير، يعني الكمية اللي كانت بتصدر هتصدر إلى مكان آخر أو هتستخدم في الداخل. يبقى أي طلب إسرائيلي جديد تقف في الصف من آخر، لأنه في صفوف عايزة، يا إما عايزة تصدير، عايزة اتفاقات، عايزة كذا. نعم، فيش حاجة اسمها معاهدة كامب ديفيد، في اتفاقية كامب ديفيد وأنا أرى أنها ماتت مالهاش دور. لا متجدد طبعا، لا لا ما فيش اي تجديد، لا تجدد خلاص انتهت، انما بدلها في المعاهده المصريه الاسرائيليه. يعني في حاجتين، يعني في حاجتين، في حاجه اسمها اتفاقيه كامب ديفيد وحاجه اسمها المعاهده المصريه الاسرائيليه. اتفاقيه كامب ديفيد دي خلاص انتهت، ملهاش دور، ماتت على الرف، موجوده في الادراج خلاص. في حاجه تانية احنا اللي هي بتحكم العلاقه مع اسرائيل اسمها المعاهده المصريه الاسرائيليه. دول حاجتين مختلفتين، تمسينا عن كام دي تقول لك ماتت بس. انفصال السودان، شباب السودان جنوب السودان، العديد المصرية يرى ان الموضوع يشكل خطر وقلق عند المصريين، قد تسحب الفكره مره من الاخرى الى مصر. هل في لا استني استني استني، ايه الجزء الثاني من السؤال قلتيها لي؟ هل يمكن ان تسحب الفكره الى مصر؟ يعني تسحب الفكره الى مصر؟ يعني فكره انفصال الشمال عن الجنوب قد تحدث مثل هذه الفكره في مصر؟ لا طبعا، هناك فرق، مسألة مش مسألة مش أي كلام، في شمال وفي جنوب في السودان، بثقافتين مختلفتين، بلغات مختلفة، بظروف مختلفة، بديانات مختلفة، بتأثيرات مختلفة، بجيران مختلفين، بحرب أهلية داخل السودان، بأخطاء سودانية من الناحيتين، ده اللي أدى الانفصال. مصر ما فيش لا في لغات مختلفة ولا في حاجة اسمها الشمال والجنوب، ولا في حاجة اسمها حرب أهلية، ولا في حاجة اسمها جيران مختلفين، ولا ولا ولا. فده شيء وده شيء، خد بالك يعني ايه الأمور لها منطق، أما انعدام المنطق ونبني عليه ده شيء صحيح، سمة مصرية، هيصة هيصة أي حاجة وأي كلام، لا ده أي كلام. اللي حاصل في السودان ما كانش صح يحصل، وكان مصر يجب تقف فيه. أما وقد حصل، أما وقد حصل لأسباب كثيرة، تكأكأت الدنيا كلها على السودان في هذا الوقت، في وقت ضعفت فيه مصر وضعف فيه العالم العربي، رغم النداءات الكثيرة والقرارات الكثيرة والمناقشات الكثيرة اللي جرت في الجامعة، إنما حصل الانفصال. الآن يجب أن نعيد بناء العلاقة بين الدولتين اللي هم يشكلوا السودان، وربما أن نقدر نظبط هذه العلاقة ويعني نوقف هذا التوتر القائم حاليا اللي واصل حتى الى حرب، وده ليس في صالح السودان ولا في صالح حد. ما هو البلد لابد تنشغل بمشاكلها السياسيه والاقتصاديه، دي بلد، ده وطن فيها 90 مليون، ما يمكنش الا انها تنشغل بهذا. إنما الثورة لها قيمتها بقى ولها وضعها، ولذلك تجدي في البرنامج بتاعي في المئة يوم الأولى الاهتمام بشهداء الثورة وجرح الثورة والثورة نفسها. ضروري نحن نهتم بالثورة، لأنه ده حاجة حدث ضخم جدا إحنا برضو مش حاسين بيه. نقل مصر من مرحلة خمول إلى مرحلة نشاط، من مرحلة انزواء إلى مرحلة طرح قوي جدا،
من مصلحتنا الحفاظ على الثوره. إذا انتخبت رئيسا ضروري أتعامل مع الكل لأن رئيس الجميع وبما فيهم الإخوان المسلمين وحزبهم الحزب الأغلبية. ولسه كنت بتكلم مع مجموعة أخرى من الإعلاميين والسياسيين وبقول الرئيس ليدير حكم مظبوط من أول الأمور اللي يجب يعملها أن يتشاور مع حزب الأغلبية في البرلمان اللي هو حزب الحرية والعدالة. فضروري من قيام علاقة يعني ذات معنى ذات تأثير بين الرئيس الذي لا يعني ليس من الإخوان المسلمين والإخوان المسلمين وبالتالي حزب الإخوان المسلمين حزبهم وأخذ هذا الوجود في الاعتبار، إنما أخذ هذا كجزء من الساحة المصرية وليس كل الساحة المصرية. أنا مع السياحة في مصر، هذه صناعة مهمة يعيش عليها فوق 15 مليون مصري بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والسياحة صناعة صاعدة في العالم كله والعالم كله يجري وراء السياحة وعلى رأسهم أغنى الدول لأنها تضمن دخل كبير، دخل يساعد ملايين المواطنين، وأي تضييق على السياحة يعني تضييق على المجتمع، يعني نقص في الدخل، يعني اتجاه مرة أخرى إلى الفقر. فأنا مع السياحة ويجب أن تترك السياحة لحالها لأنه ما نقدرش نضيق على أرزاق 20 مليون مصري. بعض وسائل الإعلام بعض وسائل الإعلام قامت بذلك، بعض وسائل الإعلام فعلا قامت وتقوم بذلك، مش كلها وإنما بعضها. وأنا اقترحت في البرنامج إلغاء وزارة الإعلام، إنما تشكيل مجلس أعلى من المهنة نفسها زي مجلس القضاء الأعلى اللي بيحكم المهنة، مجلس أعلى الإعلام اللي هو يحكم المهنة ويتعامل مع مشاكلها و يصدر المبادئ الأساسية وثائق أساسية للعمل الإعلامي ونطوره من هذه الزاوية. فعلا الإعلام في مصر يحتاج إلى تطوير كبير جدا. ما أظنش. طيب في حالة بقائها هل هناك بالفعل عن السيد عبد الموسى تخوف من تزوير الانتخابات؟ لا هو هو فعلا هناك تخوف من هذا، مش تزوير الانتخابات إنما فرض نتائج الانتخابات ممكن يكون فيها طعن، إنما المادة 28 بتخليها عصية على الطعن. بس هو ده اللي تم التوافق عليه واللي كتبوها أو شاركوا في كتابتها أو كانوا عارفينها، يعني ما يجوش النهارده يحتجوا. في إشارة من التيارات الإسلامية؟ والله بدون إشارة. المواقف في مثل هذه الأمور ممكن واحد يغير موقفه السياسي، إنما موقف من المادة 28 ما أظنش إنه يعني كان امبارح شيء والنهارده شيء. انعدام الطعن في نتائج الانتخابات مسألة الموقف لا يتغير منها لأنها موقف الحقيقة يعني مش مفروض يكون. هو كان الخوف انه بلد منفلتة زي الوضع الحالي هتلاقي 20,000 طعن مما يحدث ضجة او يحدث هزة، بس علاج هذا مش شرط يكون بالمادة 28، كان ممكن علاجه بامور اخرى. هل توافق سيد عمر موسى ان يكون للمجلس العسكري وضع خاص بالدستور؟ يعني هل هذا توافق على هذه الفكرة التي يعني تطرحها العديد من القوى السياسية؟
مين العديد دول اللي بيطرحوا؟ يعني في بعض القوى الحقيقه هي قوى شبابيه يعني. قوى نرى ان بعض الافراد ترى ان أنا مش فاهم يعني إيه وضع خاص في الدستور. القوات المسلحة ضروري بنحترمها وعدم كسر هيبتها، القوات المسلحة. فيما يتعلق بالمجلس العسكري الأعلى، من يوم 1 يوليو أو إذا كان تسليم السلطة هيتم قبل ذلك ينتهي دوره في الحكم. خلاص الحكم يكون لرئيس الدولة. ويصبح المجلس العسكري الأعلى هو مجلس عسكري أعلى للقوات المسلحة لشؤون القوات المسلحة. إيه اللي هيأتي في المستقبل وكيفية إدارة شؤون أمور الدولة بما فيها القوات المسلحة، دي مسائل هتتم الكلام فيها قطعا بما في ذلك الدستور وغيره. إنما أنا لا أرى فائدة في إن إحنا نقعد ندردش على التلفزيونات في موضوع الجيش. شوفي، الثورة أنتجت عدد من الحقوق اللي أصبحت جزء من تقول إيه الساحة السياسية لها. حق في حرية الرأي، حرية الرأي، حرية التعبير، حرية الاعتصام السلمي، حرية التظاهر السلمي، كل دي حقوق ضروري إن احنا نؤيدها وندعمها، لأنها الناس بتعبر عن نفسها. وده شيء جديد ما كانش موجود في الستين سنة اللي فاتت. فده يجب نؤيده. في حاجات بتزيد عن حدها زي اللي حصل النهارده في العباسيه ومحاوله اقتحام واحتلال وزاره الدفاع. دي مساله لا يمكن الموافقه عليها ولا التعاطف معها. هذه فوضى. يعني ايه يروحوا حد عايز ينط السور ويدخل الى حيث توجد رئاسه اركان حرب القوات المسلحه؟ مين؟ قطعا قطعا قطعا. دي بلد مش حزبة. والهدف ايه بالظبط؟ الهدف ايه؟ يعني عايزين يحتلوا وزارة الدفاع عشان ايه؟ وهم مكلفين من مين؟ وباسم مين؟ عشان يحدث مثل هذا الاحتلال. تفكر اي واحد عنده عقل وضمير يقدر يوافق على مثل هذا الكلام؟ هم مين دول؟ يا فندم؟ هل تؤمن بوجود اصابع خفيفة بالفعل؟ عفاريت موجودين في كل مكان. انما احنا انه شويه اولاد يروحوا يحتلوا رئاسه الاركان لحساب مين؟ ولا مصري هيستقبل هذا الكلام ابدا. يعني هيحدث ما لا تحمد عقباه للكل اذا حصل هذا الامتهان للقوات المسلحه. بقى الناس بتقول انه عايزين انه يسلموا سلموا ايه؟ احنا اتفقنا خلاص على تسليم السلطه في موعد غايته 30 يونيو. اول امبارح رئيس الاركان قال انه احنا مستعدين نسلمها يوم 24 يوم اعلان النتيجه اذا واحد ينجح. طب انتوا عايزين ايه بالظبط؟ والنهارده 3 مايو ولا 4، عايزين ايه؟ تستاهل كل الكلام اللي بيعملوه ده؟ هل هذا يستاهل 15 20 يوم ويسلموه لمين؟ مين هم اللي هتسلموا من القوات المسلحه امانه الحكم؟ قولي لي مين هم؟ لا دي حاله، هناك حاله غضب كبير جدا. مش مهم، ده مش هو ده المهم. انتخابات تؤجل ما تؤجلش، ده مش هو ده المهم. انما ان تهان مصر بهذا الشكل ده شيء غير مقبول. حضرتك كنت ضد اطاله الفتره الانتقاليه. امال امال هل ترى ان يعني حضرتك ذكرت ان هناك اضرار ستعود على البلاد في حاله استمرار هذه الفتره الانتقاليه، هل بدات تشعر السيد عمرو موسى بان هناك بالفعل خطر من اجل مصر من هذه الفتره؟ لا لا لا، الانتخابات سيتم في موعدها كما أراها الآن. بالنسبة لداخل برنامج الانتخابي مرة أخرى، في حالة الـ يعني كثير رأى أن المرأة دورها يعني مهمش في مجلس تمام ما فيش كلام. يعني البعض أيضا ينقد الاتهام أو اللوم على أصول التيارات مثلا الإسلامية، فهي أنا عارف بدور مثلا استبعاد المرأة. كيف سيتعامل السيد عمرو موسى؟ كيف سيتعامل
أنا أؤمن بحقوق المرأة وبدور المرأة. ده موقفي هو هكذا. أؤمن بدور المرأة وبحقوق المرأة. وسأدافع عن عودة المرأة إلى الصفوف الأولى من العمل المصري، عمل المجتمع. أنا أرى أنه ترقيع، وأن التعليم وإعادة النظر فيه وإعادة بنائه هذا الترقيع يضر به. برضو 5 سنين ولا 6 سنين، سنة ولا سنتين، نفس الكلام الفارغ بالمقاربة التي لا تؤدي إلى أي شيء. دلوقتي هيخلوها سنة، بعد شوية يجي وزير يقول خلوها 2، وهكذا. الكلام ده كلام بتاع زمان. احنا عايزين مقاربة جديدة، طريقة جديدة في التفكير. النظام التعليمي كله الموجود ده ضروري نسيبه، ونبدأ بإقامة نظام تعليمي جديد قائم على الجودة، قائم على احنا في القرن 21، قائم على أمور كثيرة جدا ضروري ان احنا نتبعها. ما رأيك في أداء مجلس الشعب؟ والله أداء مجلس الشعب يعني يحتاج إلى الكثير علشان الناس ترضى عنه. مثل واحد، اللي حصل النهارده وامبارح وامبارح في العباسيه، معقول ان المجلس ما يجتمعش؟ كانه مش موجود. كانه مش موجود. يعني هو ده اللي بيقلل من مصداقيته في لدى الناس. هل ترى ان لديه حق فعل في رغباته ومطالباته المستمره بصحي ثقه من الحكومه؟ لا. ام انها نفس الفكره مع المجلس العسكري؟ لست ارى ذلك، لست ارى ذلك. وارى ان الحكومه المطالبة بتغيير الحكومة شهر واحد 4 أسابيع قبل ما هتتغير بطبيعتها إضاعة للوقت وإشغال للناس، والناس كلها مش سائلة في هذا الكلام ولا تتبع ولا تهتم به. كأن البرلمان في وادي والبلد كلها في وادي آخر في هذا الشأن وفي غيره. نعم. طبعا طبعا ما فيش كلام يحتاج الوقت، انما في الوقت بقى نفسه ما صحش اضاعته في الكلام ده. يعمل ايه؟ يعقد جلساته مرة أخرى، يستأنف الجلسات مرة أخرى ليناقش ما يحدث في البلاد، يعني ما هو هيستأنفها بكرة، ما هو لحد يوم 6. احنا بنتكلم لما تحدث الواقعة بيكون فين؟ سيد عبد الوسع، حضرتك شايف إن احنا عندنا مشكلة في معالجة الأزمة؟ مين احنا؟ مؤسسات مصر. طبعا في كلها. هنبقى نتخلص بإن احنا نبقى ناس جد. وحكاية الغرض مرض ده يجب ننتهي منه، وانه مصلحة هذه الفئة او هذه الطائفة او هذه الجماعة فوق كل مصلحة اخرى يجب ان ينتهي. مصر هي احنا ضروري نخلص البلد دي. البلد دي اذا ما ادرناهاش ادارة سليمة هيحصل ما لا تحمد عقباه. فاحنا بس نبقى ناس جد وامناء، وده كان موجود في مصر، كان موجود في مصر قبل كده وموجود في دول اخرى كثيره. سيد عبد الوسع، بدات انطلاق البرنامج الانتخابي لرئاسه الاحياء. كيف وجدت الاحياء الفقيره هناك؟ كيف وجدت؟ هي دي اول مره اروحها؟ لا، لان انا الحقيقه انا عايز ادخل على محور معالجه العشوائيه في مصر، هل سيتم التخلص منها في الحال ام سيتم امدادها في المرافق؟ يعني ايه التخلص منها في الحال؟ انت بتسالي تقول يعني نجيب قنابل ونضربها؟ وموت الناس يعني تخلص بها في الحال. دي نتاج لسياسات اجتماعية واقتصادية خاطئة، نتاج لإهمال وتهميش حكومي. تنهي الحاجات دي، يبدأ العلاج، تبدأ عملية العلاج. ثم دي أصبحت مجتمعات عايشة فيها ناس عايشين واتجوزوا من بعض وخلفوا وعيالهم في مدارس وفي محلات وفي 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 وفي. ما اقدرش اقضي على المجتمعات بهذا الشكل، انما اقدر اوضبها. يعني لما يكون في عشوائيه ما فيهاش وحده صحيه، وده صحيح، احط الوحده الصحيه. ما فيهاش مدارس، نحط مدارس. الاسعاف ما يقدرش يسعف الناس والحريقه يزق، هم اعيد بعض الامور اصلحها بحيث تبقى العشوائيه قادره على انها تعيش والدوله قادره على انقاذها في حاله ما تتهدد، وهكذا.
مسائل ثم هو هي بس عشوائية؟ لا، بطالة، ناس فيها بيعانوا من البطالة، ولذلك هنا يأتي الفقر. فلما أعالج البطالة هتتعالج العشوائيات معها، مع تدخل الدولة وتحسين الدخل وتحسين البيئة وتحسين حاجات كتير جدا. اولا ضروري نتفق المفروض نعمل ايه ونصلح الموضوع ده ازاي، التعليم، الصحه، العشوائيات، زي ما انت عايز. وننتهي الى ان هناك خطه، وده لسه ما اتعملش، خدي بالك. ثم نشوف الخطه دي تكلف قد ايه، ولما نقول بتتكلف مثلا 100 مليار دولار، ده مش معناه انك عايز ال 100 مليار دولار بكره. بنقول انه اصلاح ده كله عايز 20 سنة مثلا. اذا تقسم ال 100 مليون على 20 سنة، يبقى اذا انت عايز قد ايه في السنة، يبقى نشوف كيف نأتي بهذه الموارد، في من استثمارات، من سياحة، من عجلة الانتاج نفسها، من ضبط الامور في البلد بعيدا عن الفساد والهدر. في فلوس بتيجي وتروح كده بدون اي فايدة، فما تشغليش بالك بالتمويل دلوقتي، اشغلي بالك بانه السياسات تتقرر لعلاج هذه الامور. واحنا بندرس ده، بندرس ازاي ناتي بالتمويل، والتمويل موجود لانه اذا وضعناها في شكل مشروعات اقتصاديه تنمويه. فرص لا باس بها، ولكن ممكن توقع اعاده ايضا. اسألي الناخبين وقولي لي. لا لا، هيكون في مرشح من له قاعده دينيه قطعا، واحد منهم. يعني المرشح احد التيارات الدينيه يعني. ممكن. ان لم يكن السيد عمرو موسى مرشح انتخابات الاساسيه كان سيارته صوتيه. كان زماني مش قاعد معاك هنا دلوقتي. الاقرب، لا كلهم اصدقائي اعرفهم كويس قوي، انما اختلف معاهم في مقاربات وسياسات كثيره. صاحب الجمهوريه الثانيه، كويس قوي. الكلمه اساسا هي فلنتسلح باليقظه ولا نسمح للفوضى ان تقضي على فرصه مصر في السير الى الامام. أشكرك.